هي أفريقيا هرزاي أدو كهر يا هرزاي هد يد أدي هرزاي هد بعل أي هرزاي أهمل السارة هرزاي هي سديسة لهو قامل أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناكسن بجستيال ميل كستو وأدنى المغلصان كسود وادا مركلي برنامج تي أمورها أفريكا قطب ذكر دون إدريسيال برامج كأمورها أفريقيا إخدوات كان أتكم غريدونتان وحكم إذا سفارة إثيوبيا خرطوم عاصمة ذلك السودان أيهوب علوس لغو قراعي تدوبات كان كوح جهاد دون أها أيه ذلك نيجر كود دلأي تربضن وكترسن عيدا مدى ذلكاس مدهارا ديوه كدن أه مدحوينها ذلك مصر أيه وحاو كدعي ذلكاسي مصر كاسي وكسابسن إن ومركلة وشرحان يهي دورشادة مدحتي نمدى ذلك مصر قضب داس يكو وكالي أي دقي سيال كومغلي دونتان انت او سعده برابيجكا أمرها أفريكا وحا برابيجكا تبين ايه أنيقو اه عبد الرحمن علي عيسى يا عمبولي للا عمبولي أي نسو قادنو دقي سيال قضبكا اوغوه ريه اي برابيجكا أي نكو بلابي دونو سفارة إثيوبيا خرطوم أيه هو بعرس لغو قراعي تضبات كان زفير إثيوبيا أفردية دلك السودان يبيتل أي ميرو أليمو أيه شيغي إن سفارة إثيوبيا مقالة خرطوم كتا الله هو بعرس لغو قراعي سيداو شيغيه دنجيره يبيتل مجروه وحق زارة نفيد بلسه نسمها سفارة أي قيب بدن بربرتي وحاو شيغيه إن أي قيمين يان إنتا او دنيا هاي بربركو بلسه وحا او كقاب صديه إن او فافاهين او كبحيوه ويرركاسيه لغو قاضيه سفارة دا إثيوبيا اي سودان عقاق تاقير ده دق دق اه اي دلك سودان ياريز فإيهو قامين ايوه جنرال محمد حمدان دقالو ولا دقالم ايه عيدما ده ملتاريق السودان تن ايوه شن ايو طبانكي بشي أبريل سانت كان لابد كون ايه صدح ايو طبانكا ايه ويررها كو قاضي عيدما ده دفاع قرنك اي دلك السودان آريزب وحاي سوقرتي أنقو او اه آريزب وحانو عمباريني نها فالكن او كلب عيدما ده برهان نها وحا اي سي وذان بيكسيقا حرومها عالميقا اه ايكوة دبلوماسيينت ماها مركي يوغوه الرئيسي او ويررنو عانها لغو قادة سفارة دا إثيوبيا اي عاسمة دا خرطوم ميد كاميدا شقالها سفارة دا إثيوبيا اي سودان اهيا شيغي ان سفارة دا لغو قادي ويرر حق عيركا اه صدح تدوباد كهر او كودا وعمي هل أسكريه او إلالا او اها سفارة دا وحانها لجبيه دا قدها ايهان تيكالي او سفارة دا تالي وحاو شيغي ان دقين تا اي فليين عيدا مدها قلب كاسيدا اي سودان كواسيو هو قامين ايوه جنرال عبد الفتاح البرهان إلو وريديوه كاترسان سفارة دا إثيوبيا أيا شيغي إن سفارة دا أي مرار بادن دا او جيستين كوحو برد عضاهي ويراركا لغو قادي سفارة دا أو أحامد عرس أيا بربروها قادسية نسمها سفارة دا إيا هنتي كليو هالكاستا اللي بلسه مجرتو عد وحكو نقطي أو كميداه شقالها سفارة دا دولة دا إثيوبيا أيا بلاوضيه دادالو أي دل كاسي كغساريسو شقاله دا كهولغلا سفارة دا ويراركا لغو قادي شغاله سفارة داسي اها ايانه لوغ استي تعديو دبلوماسي ايا شيغيه ان مركه لغا صوتوغ سفارة دا إثيوبيا سيدو كله ويرره لغو قاضي سفارة دا إمارات كا عربتا روشكا ايا كونفر أفريكا عاسمة دا السودان وحا مدوه بلا اها كسوعده دقالو حوغن او دحييه عيدا مدى ملتاريغ ايا كوة كسوهر جيده RSF دقال كاسي السودان كسوعده وحا اوغ استي خسارة ديما شبادن بربر حوغن إيوه براكاعكم منان قف أورهر سودان
waxa jira haddadaalo ay dunidu ku doonayso in xal laga gaaro colaadda hase yeeshee arrintaas weli laguma guuleysan. Dagaalka lixda bilood ee ka socda dalka Suudaan ayaa sababay in dalal badan oo kala duwan ay albaabada isugu dhuftaan safaaradahooda lana baxaan shaqaalahoodii magaalada Khartoum, waxaana sidoo kale hay'adaha caalamiga ahi ay shaqaalahooda ay kala baxeen magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Waatay akhyaarta wada naga dhageysanaysay qodobkaasi waxa uu ka warramayay safaaradda Ethiopia ee caasimadda Suudaan ee Khartoum oo hub culus lagu weeraray toddobaadkan. Wali dhageystayaal barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa hawada, waxaan idinka soo leenahay Jimca wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Qodobada kale ayaan soo qaadanayaa Kenya ayaa ay ka dhaceen weeraro jabisashada dhanka internetka ah, kuwaasi oo wiiqay waxyaabo badan oo muhiima. Maamulka isgaarsiinta ee dalka Kenya ayaa sheegay in 12 bilood ee la soo dhaafay uu dalka uu la kulmay 860 million oo weerar dhanka internetka. Maamulaha isgaarsiinta ayaa sheegay in tirada xajmiga weerarada soo noqnoqday ee lagu bartilmaameedsanaya kaabayaasha macluumaadka muhiimka ah ee Kenya ay si aad ah u kordheen. 2017-kii Kenya ayaa waxa ay la kulantay 7.7 million oo weerar dhanka internetka. Bishii toddobaad, weerar dhanka internetka ah oo aan baxay oo loo aaneynayo kooxda Ruushka ah ee xogaha jabsata oo la baxday magaca Suudaan ayaa jirtay marinka in ka badan 5,000 oo adeegyo dowladeed oo internet ah oo dalkaasi ku yaala, oo ay ku jiraan fiisaha, baasaboorada iyo codsashada liisanada wadista gaadiidka iyo cusboonaysiintooda. Weerarku waxa kale oo u curyaamiyay nidaamka tigidhada tareenada online-ka ahaa iyo waxa kale iibsiga lacagta moobilada. Hay'adda isgaarsiinta dalka Kenya ayaa isniintii sheegtay in 97% weeraradii la diiwaan geliyay 12 bilood ee la soo dhaafay ay sababeen dambiilayaal dhanka internetka ah oo gudaha u galay nidaamka kombuyuutarada ee hay'adaha dowladda Kenya. Sida laga soo xigtay khubarada, Kenya hadda waa dalka saddexaad ee ugu badan ee dambiilayaasha internetka ee Afrika ee ay bartilmaameedsadaan marka laga reebo Nigeria iyo Koonfur Afrika. Waa hagaag akhyaarta wada naga dhageysanaysay qodobkaasina waxa uu ka warramayay Kenya oo ay ka dhaceen weeraro jabsashada dhanka internetka ah, kuwaasi oo wiiqay waxyaabo badan oo muhiim u ah wadankaasi oo ay sababeen weeraradaasi dhanka internetka oo la jabsaday. Qodobada kale barnaamijka ayaa dhageystayaal haatan aynu soo qaadan doonaaye, kooxo jihaadoon ah ayaa dalka Niger ku dilay tiro badan oo ka tirsan ciidamada dalkaas, waxaana kordhay weerarada kooxaha mitidiinta ah ee dalkaasi Niger. Wasiirka difaaca dalka Niger ayaa sheegay in 29 ka tirsan ciidamada dalkiisa lagu dilay weerar lagu tuhunsan yahay in ay geysteen kooxo jihaadoon ah oo ka dhacay galbeedka dalkaas. Waa weerarkii ugu horeeyay ee noocan ah tan iyo markii ciidamadu Afganbiga kula wareegeen xukunka dabayaaqadii bishii toddobaad ee sanadkan. War telefishinka laga sii daayay ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay bartilmaameedsadeen in ka badan 100 ka tirsan mitidiinta, kuwaasi oo isticmaalaya hubo qaraxyo ay ka mid yihiin. Maalmaha baroordiiqa ayaa lagaga dhawaaqay dalka Niger waxa kordhay weerarada kooxaha jihaadoonka ahaa tan iyo markii militarigu ay la wareegeen awoodda, iyaga oo xilligaas sheegay in ay wax ka qaban doonaan dagaalka kooxahan sidaasna ay u sameeyeen Afganbiga. Tirada askarta la sheegay in lagu dilay weerarkaasi ka dhacay galbeedka Niger ayaa gaaray 60. Goobjoogayaal ayaa tiriyay meedadka intii ay socotay aswadareed oo uu goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca ee dalkaas. Hase ahaatee, wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Niger ayaa sheegtay in 29 ay ku dhinteen weerarkaasi oo gaadmo ahaa oo isniintii ay mitidiintu Islaamiga ahi ay ku qaadeen gobolka Tahaw. Sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay in ay tahay amni darrada dalka ka jirta. Bishii 9aad, dagaalyahanada jihaadoonka ah ayaa ugu yaraan 17 askari ku dilay galbeedka gobolka Tolebri ee dalka Niger. Waa hagaag dhageystayaal, qodobkaasina waxa uu ka warramayay kooxo jihaadoon ah oo waddanka Niger ku dilay tiro badan oo ka tirsan ciidamada dalka Niger. Waa hagaag barnaamijka Amuuraha Afrika dib waxaynugu eegnaa wararkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay oo dhageystayaal aan idinku soo gudbino barnaamijkan 15 daqiiqo ee hawada uu ku jiro.
بالمركز نه قطب ده کلی برنامج که آن سوقاته مظاهرادیو کردن احمد حوینا حادل کمصر ایا کد عید دل کاس کدود عفر بقول او قف او کنول دل کمصر ایا لوحیه دعویان ربشده آها کدیب مرکی مدحوینا عبد الفتاح السیسی او کدواقی این او مرصد حاد او ترتمی دانه دور شده سد ایشکت ور بهین تجده حادل کاس هذا الك مدحوينها السيسي إمالنتي سلاسده أي دليجي إسو صباح نادرة وأي ددوينوها أي كموشن أيان عرضا هذا الك مدحوينها موقالوه براها بلشادة قبصده أي موشن أيه مدهراديو كدعيه وقوي قلبيد إي مقالده مرسى متروه موقالكن أي وحالاق مقل أيها داد كو قيلين أيه زيسي أوتو أو أها هاتغو زيسي يدو او اي كو باقيان ان اي بربوريان مامولكا مددو طبان كزنا اي سوچري اي مدحوين زيزي موقالك لي اي موچين اي اسكو دعيو نحمري ديباد بحياشا اي بوليسكا دالكا مصر وربحين تاسين دقي سيالها وحي كور رميسيه مدحوينها دالكا مصر عبد الفتاح السيسي او كو نواقي ان او مرصد دحاد او شرحان يهي طورشادة مدحتين مادي اي دالكاسي تاسي او سببتي مدهراديكا دعي دالكاس markana dhageystayaal doon 288 muhaajirin ah ayaa gaadhay jasiiradda Canary ee dalka Spain doonta ayaa 3 gaadhay jasiiradda Foggy ee Al Hierro oo qiyaastii 388 kilometir ama baa 283 mayl u jirta xeebaha galbeedka Afrika shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in dadka doonta saarnaa ay asal ahaan ay ka soo jeedaan Afrikada ka hooseysa saxaraha waana tiradii ugu badnayd ee taariibayaal ah oo hal mar taga jasiiradaasi jasiiradda Canary waa mid ka mid ah wadooyinka ugu badan ee la isticmaalo uguna halista badan ee Yurub ay ku galaan muhaajiriinta ka taga qaaradan Afrika وهجاج أخيار تعودها نجد دقيسين ساي جودها برامج كي أمورها أفريقيا تدوبات كان هالكاس أيان كتشو تنيا تاني تدوبات كدم بين تاني كل منها برامج كان أو كلا وصوصاريست برامج كا تبين تا إيه فرصة مذبا أنا جواه عبد الرحمن علي عيسوي دون كل عافية نباد جليو هي أفريقيا هرزاي أدو كهرية هرزاي هد يد عدي هرزاي هد بعن أي هرزاي أعمال السارة هرزاي هي سديسة هرزاي لهو قامل أيام